سميرة تعود ترمي كل النفايات في ساشي واحد، مواد عضوية، بلاستيك، زجاج وغيرها. سهيل لما يخرج هذه النفايات يرميها هنا تحت الشجرة، ومرات كلها يرميها في حاوية واحدة. وهذا عبد الرحيم كي يخرج بسيارته يشرب ويرمي من الطاقة، وحتى الطفية تاع الدخان ويرميها بلا ما يخمم في الخطر اللي تقدر تسبب فيه. أما هشام وصحابه يتلاقوا ويقصروا ويضحكوا، ومن بعد يخلوا نفاياتهم ويروحوا. إيه ما على باليش إذا يعرفوا تأثيرها السلبي على البيئة وعلى صحتنا كامل. أنا نقول لكم هنا يبدأ التغيير، تابعونا كيفاش. سميرة تولي تفرز نفاياتها، كاين نفايات يعاد تدويرها وأخرى تدفن. سهيل يرمي النفايات حسب الحاوية المخصصة لها. عبد الرحيم كي يخرج بسيارته يدير ساشي ويجمع فيه النفايات، وحتى الطفية ما يرميهاش. هشام وصحابه بدل ما يكونوا ملوثين للطبيعة يجمعوا هذه النفايات. شفتوا التغيير؟ راه بسيط وما يكلفش سوى تغيير بعض السلوكات. اليوم البيئة راهي قضية الجميع، وتغيير سلوكاتنا تجاهها يبدأ من حياتنا اليومية.